أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى أضواء على الأحداث، إلى السودان، حيث اعتبر المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن الشعب رفض دعوات العصيان المدني بالتزامن مع حديث المعارضة عن استمراره لليوم الثالث على التوالي. وقد تضاربت الأنباء بشأن موقف تجمع المهنيين والقوى المحسوبة عليه فيما يخص العصيان المدني واستمراره من عدمه، في وقت ينتظر أن يصل المبعوث الأمريكي للخرطوم لحث المجلس العسكري وقوى المعارضة على العودة لطاولة المفاوضات مجددا. التفاصيل مع منصور الخطابي. التحرك الدولي لا زال يضغط في اتجاه العودة لإجراء المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان. مبعوث أمريكي يزور الخرطوم للقاء المجلس العسكري قريبا وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء. زيارة المبعوث تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا تأتي ضمن جولة إفريقية تشمل أيضا إثيوبيا وجنوب أفريقيا وموزمبيق. ناجي سيبحث مسألة استئناف الحوار ووقف الاعتداءات على المدنيين. زيارة أخرى إلى أديس أبابا سيلتقي خلالها مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومسؤولين في الحكومة الإثيوبية لبحث فرص إنجاح عودة الأطراف لطاولة المفاوضات. المعارضة السودانية لا تزال تراهن على تفعيل الإضراب العام للضغط على المجلس العسكري للرضوخ إلى مطالبها. من جانب آخر، أحد قيادي قوى إعلان الحرية والتغيير قال بأن المعارضة تعتزم ترشيح 8 أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة. الخطة على ما يبدو هي اقتراح طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارته للخرطوم الأسبوع الماضي بهدف كسر الجمود بين العسكري والمعارضة. المقترح يقضي بتشكيل مجلس انتقالي يضم 15 عضوا، منهم 8 مدنيين و7 من ضباط الجيش. قدم وفد الحرية والتغيير عدة اشتراطات أساسية. تصاعد للتوتر في السودان منذ فض الاعتصام المدني في الخرطوم قبل أسبوع، قتلت فيه قوات الأمن 117 محتجا. ردت المعارضة عليه بإعلان عصيان مدني. المجلس العسكري قال الاثنين إنه تم التحفظ عسكريا على عدد من منتسبي القوات النظامية تمهيدا لتقديمهم للجهات العدلية بعد تحقيق مبدئي في عملية فض الاعتصام توصل فيه إلى أدلة على حدوث مخالفات. فرص العودة إلى الاستقرار في السودان قد لا تبدو سهلة في المنظور القريب. البلد يتمركز في بؤرة من التوتر والاضطرابات تكابد فيها الصراعات وحركات التمرد من القرن الإفريقي إلى مصر وليبيا. قوى إقليمية ودولية أبرزها روسيا والدول الخارجية العربية تسعى من جانب آخر للتأثير على سير الأحداث، وهو ما يزيد المشهد أكثر تعقيداً. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي، السيد خالد الأعيسر الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بضيفي أيضا من الخرطوم السيد فضل الله ناصر نائب رئيس حزب الأمة السوداني. أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك سيد خالد، بداية كيف تفسر هذا التضارب حول استمرار العصيان المدني أو التراجع عنه؟ التضارب يعكس الواقع الذي تمثل العقلية الحاكمة الآن، وهي امتداد لنظام قديم بوجهه المعروف في الإمعان على دفن الرؤوس في الرمال. وإذا شهدنا نظام الرئيس البشير دائما يعني يتعامل مع الأشياء من زاوية المعالجات الأمنية، وهو الأمر الذي يتجسد الآن في خطاب المجلس العسكري. بكل أسف هناك عصيان مدني يعني في الشعب، في الشارع السوداني هناك حالة من الجمود السياسي، هناك حالة من انسداد الأفق في الحوار ما بين الفريقين. لا يجب أن ينكروا الواقع الذي يعيش السودان، ومعلوم أن الأنظمة الشمولية في شكل من أشكاله يعني تعمل جاهدة لترسيخ القيمة المناغضة للفعل المعارض، وهم يريدون أن يرسلوا صورة للعالم بأن العصيان فاشل، ولكن في تقديري الشخصي أن العصيان نجح إلى أبعد درجة ممكن. نعم سيد فضل الله من الخرطوم، هل ما زال هناك توافق بين كافة قوى المعارضة على استمرار العصيان المدني؟ سيد فضل الله هل تسمعني؟ نعم أعيد عليك السؤال مرة أخرى، هل ما زال هناك توافق؟ نعم أيوة سؤالك. نعم، هل ما زال هناك توافق بين كافة قوى المعارضة على استمرار العصيان المدني في ظل هذا التضارب على استمراره أو التراجع عنه؟ شوف العصيان المدني أن هذا تم رفعه خلاص، ولكن من المحتمل جدا أن تكراره جناح الحجري، لكن الآن اليوم ده اليوم الثالث تم فيه رفع
الحصار المدني استجابة لاحتياجات المواطن العادي. المواطن العادي تضرر كثيرا جدا من هذا العصيان، ولا بد من إيقافه ورفعه حتى يتمكن المواطنين من الحصول على احتياجاته. نعم، بالنسبة لموقف قوى المعارضة بغض النظر إن كان هناك تراجع في بعض أجزاء أو في بعض مرافق العصيان المدني، هل هناك توافق على استمراره؟ لأن هناك تضارب في الأنباء. والله يكرر السؤال لأنه صوتك ما مسموع. نعم، يعني كنت قد سألتك إنه قوى المعارضة هل ما زالت متفقة بشكل كامل على استمرار خطواتها في العصيان المدني كورقة رابحة بالنسبة لها أمام المجلس العسكري؟ شوفي، العصيان المدني هو السلاح الذي تمتلكه المعارضة لمواجهة أي نظام، وسلاح مؤثر للغاية ويستخدم في الوقت المناسب، والآن تم اختباره وكان ناجحا في يومه الأول والثاني، ولكن تم رفعه لاستجابة لاحتياجات المواطن. طيب، ويمكن استخدامه مرة أخرى. يمكن استخدامه مرة واحدة إن لم تلبى مطالب المعارضين. طيب، ابقى معنا سيد فضل الله. سيد خالد العيسر، في ظل يعني هذا التضارب حول العصيان المدني، نقلا عن رويترز، قوى الحرية والتغيير تعتزم ترشيح السيد عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة، تقديم 8 أسماء لعضوية المجلس الانتقالي. هل هذا يؤشر إلى أن هناك انفراجة ما قادمة؟ هذا الخبر ربما نفاه التجمع المهنيين، ورويتر لم تعد لنفيه من جديد، ولكن نفي من قوى الحرية والتغيير بشكل كامل، يعني أصدرت بيان رسمي نفته أم تجمع المهنيين لوحده خرج ببيان ونفى الموضوع؟ حسب ما علمت من خلال متابعتي للأخبار، يعني هناك بعض المصادر الإعلامية التي أكدت أن قوى داخل الحرية والتغيير نفت الخبر، لأنه تصريحات كانت هي نقلا عن قوى التغيير، عن قياديين في قوى التغيير، يعني هذا الخبر صحيح. أنا لا أشك في الخبر، رويتر أوردت الخبر، ولكن صحيح. جهة ما داخل قوى إعلان الحرية والتغيير نفته، والهشاشة هنا في أن الخبر لم يكن متماسكا باعتبار أن المصدر لم يعلن عنه، وبالتالي يمكن أن يكون خبر غير صحيح. بالتأكيد عمنا الأستاذ فضل الله بورما، رجل أخ وصديق محييه، ولكن بالتأكيد أيضا ليس صحيحا أن العصيان رفع. حسب البيان الذي صدر عن تجمع المهنيين أن العصيان لا يزال مستمر، وأنه مستمر إلى أجل غير مسمى، ولكن بالتأكيد أنا أحترم الأستاذ فضل الله وأحترم موقف حزب الأمة أيضا، لأنه عندما غاب صوت الحكمة هم تقدموا بمقترحات موضوعية قبل أن ينفذ العصيان المدني، وهذا يدعو إلى أيضا إلى القول بأن موقف الحزب ربما هناك استهجال له، يعني بعض التحفظات وعلامات الاستفهام حوله، ولكن أنا أستطيع أن أقول أنه قبل 24 ساعة أو 48 ساعة الحزب اتخذ موقف وسطي معقول ومقبول جدا، وكان يمكن أن يتدارك الناس الأمر عبر التوصيات والخطابات التي جاءت على لسان السيد الصادق المهدي وحزب الأمة، بالرغم من تحفظاتنا المعروفة عن سياسات الحزب في فترات سابقة، إلا أن الخطاب كان عقلاني، وأنا لا أشكك في ما جاء على لسان الأستاذ فضل الله، ولكن الواقع أن الأخبار يعني حسب ما أنا أتابع في تجمع المهنيين ليس هناك رفع للعصيان المدني. طيب سيد فضل الله، يعني أنت على الأرض في ظل هذه الأنباء التي تتوارد عن نية قوى الحرية والتغيير بتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة وتسمية 8 أعضاء للمجلس الانتقالي، ما مدى دقة هذه الأنباء؟ تمام، أن هنالك بعض الأسماء تم رفعها، ولكن لم يتم التوافق عليها بالكامل من كل مجموعات أو مكونات قوى الحرية والتغيير. القوى الحرية والتغيير بتتكون من 5 مجموعات كبيرة، وهنالك لجنة منسقية. اللجنة المنسقية تقدمت برفع بعض الأسماء، ولكن لم تتم الاستشارة الكاملة. وما قدموا فيه هو رأي بعض المجموعات، ولكن لا بد من عقد اجتماع للتشاور والتفاخر والخروج برؤية موحدة. طيب، رؤية موحدة بكعكس رأي كل مجموعات الحرية والتغيير. لكن الذي تم رفعه من مجموعة معينة من المنسقية، ولكن لم يتم الإجماع عليه بالكامل. طيب. نعم،
يعني هل هذا سيد فضل الله يعني في ظل ما تتحدث عنه يؤشر لانفراج ما في العلاقة ما بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير؟ لا أبداً أبداً. نشوف نحن حريصين، وتم الاتفاق الكامل بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري على أساس تؤول مسؤولية مجلس الوزراء للحرية والتغيير. فالمجلس العسكري وفي الاتفاق الذي تم أن الحرية والتغيير هي المسؤولة من تعيين رئيس الوزراء علشان يقوم بدوره بتعيين وزراءه لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليها. والأمر يتعلق بالحرية والتغيير وليس بالمجلس العسكري علشان هو اللي يحدد. الاتفاق تم والآن هي المدارسة والتشاور والتفاضل بين مجموعات الحرية والتغيير لاختيار رئيس الوزراء المجمع عليه ثم رفعه إلى المجلس العسكري. طيب سيد خالد، يعني إن دقت هذه المعلومات، هل ربما ما يحدث هو استجابة للمبادرة الأثيوبية؟ بالتأكيد المبادرة الأثيوبية لم يعلن نتائجها إلى هذه اللحظة، ودعيني أكون صريح أيضا، واضح أن هناك اختلاف لبعض الآراء داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، لأنه حسب فهمي أنه لم يصدر عمل رسمي أو بيان رسمي بأنهم تقدموا بوسيغة للمجلس العسكري. صحيح، حتى الآن نتحدث عن تضارب. نعم، في تضارب يعني بأمانة يعني، وواضح أنه هذا التضارب يعبر عن مدى اختلاف الرؤى داخل المكونات داخل قوى إعلان الحرية والتغيير كما تفضل الأستاذ فضل الله. وهذا يعود بنا للنقاش من جديد عن أن يعني أدوات التفاوض وآليات التفاوض نفسها ربما تفتقر إلى نوع من التنظيم والدقة، لأن الخطاب توحيد الخطاب السياسي المعارض نفسه يعد واحد من أهم أدوات الصلابة والقوة في مواجهة المجلس العسكري بدكتاتوريته المعروفة. هذا النوع من التضارب سيجعل هناك هزة في الشارع السوداني الذي ربما أصبح خط الدفاع الأول للقوة السياسية التي تراهن على تغيير المشهد السوداني والاتيان بحكومة مدنية كاملة الدسم. وبعض الناس ربما يفسرون مدنية نفسها مدنية كشعار في السودان، هم يعني لا يعلمون أن شعار مدنية نفسه تتستر خلفه بعض القوى السياسية المعروفة بل المبغوضة من الشارع السوداني، وليس هو الدعوة لإقامة الديمقراطية كاملة الدسم كما هو الحال في أوروبا. وبالتالي هناك عملية غياب لكثير من التنوير والمفاهيم لدى بعض الناس. نعم. وهذا هو الكرت الذي تلعب عليه بعض القوى السياسية. ولكن معالجة الأزمة السودانية لا يمكن أن تبدأ بخلاف أن تتم محاكمة أولئك الذين أجرموا في حق المعتصمين في 29 رمضان. المجلس العسكري أعلن عن اعتقال عدد من المتورطين في هذا الإطار. والله هذا لا يكفي، ما لم يشاهد هؤلاء يعني الناس. يعني هو من شروط التفاوض. المجلس العسكري أيضا اعتقل العديد من الوجوه القديمة في النظام القديم، لم نسمع بها ولم نرى إلى هذه اللحظة، ولم تقدم إلى محاكمات. هذا ربما يكون استهلاك وزر للرماد في العيون. ولكن الذي أريد أن أؤكده مرة أخرى وسأؤكده دائما أن هناك قوة ثالثة، القوة الثالثة هي صوت الشارع، نبض الأمة السودانية، القوة الثالثة هي التيار عريض لكل سوداني حاتب على الانتقال السلمي من السلطة، وليس في ذلك مجاملة للأصدقاء في الأحزاب كما هو حال الأستاذ الكبير أخ الكبير والأب فضل الله بور مناصر، ولا حتى للأعضاء المجلس العسكري. هناك تيار وطني سوداني لا يقبل الآن إلا بأن تنتقل الدولة في شكل سلمي مدني وتبادل ديمقراطي بمفهوم الكامل، ومعاقبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني بما في ذلك الذين ارتكبوا هذه الخطيئة في 29 رمضان. سيد فضل الله ناصر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية يفترض أن يتوجه إلى السودان، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ يعني ما موقع السودان في دائرة الاهتمام الأمريكي والدولي؟ نحن جميعا علمنا بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي سيتوجه للسودان، ولكن حتى الآن على حسب معلوماتي لم يصل. ولكن الذي أريد أن أقوله بأن السودان الآن بعد هذه الثورة السلمية أصبح السودان مكان معين واهتمام من كل الدول على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالمي، وأمريكا بدون شك لها دورها العالمي كدولة عظمى. وبالتالي أنا أعتقد على أنه حضور نائب رئيس الخارجية الأمريكي للسودان في المقام الأول يريد أن يدعم الوساطة الإفريقية بأمل تحقيق الأمن والسلام في السودان، لأن السودان يتمتع بموقع استراتيجي، وأنه إذا اندلعت أي أمور غير مريحة سيتأثر كل جيران السودان في إفريقيا بالحالة التي تحدث في السودان.
وامريكا بوصفها ووضعها كدوله عظمى ومهتمه بالسلم والامن العالمين يهمها بالدرجه الاولى ان الامور تستقر في السودان. شكرا. وبالتالي لا استبعد انه هو ياتي هنا لدعم الوساطه الاسيوبيه لتحقيق الامن والاستقرار في السودان. شكرا جزيلا لك سيد فضل الله ناصر نائب رئيس حزب الامه السوداني من الخرطوم على هذه المشاركه، اشكرك جزيل الشكر. تعقيب سريع. تعقيب سريع، ربما في السياسه دعيني اقول ان هناك كثير من السجالات تحدث مع اشخاص نكون لهم كل الود والاحترام. الاستاذ فضل الله لبور مناصر علم يجب ان يستفاد من خبراته التراكميه في المجال العسكري والسياسي. بالتعليق السريع فيما يلي زياره تيبور ناجي الى السودان، هو استباق لاجتماع في برلين في 21 من هذا الشهر يجمع المجتمع الدولي كله للتوافق حول قضية السودان الذي يعد القلب النابض لأفريقيا. ولكن أعود وأؤكد أن موقف حزب الأمة كمبدأ أنا أوافقه شخصيا، لأنه لا بد من ظهور صوت الحكمة وتصدر المشهد من قوة وطنية سودانية حادبة على عدم إراغة الدم في السودان. شكرا جزيلا لك سيد خالد العيسر الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة.